أصبح التعلم عن بعد اليوم ضرورة ملحة كونه يمنع منصة لنشر العديد من الثقافات والعلوم والمهارات، بل كونه ضرورة ملحة لمنح منصة لنشر العديد من الثقافات والعلوم والمهارات أيضا، من بينها مهارة الطبخ. الشيف فجر قررت توظيف تقنيات الاتصال المرئي لتقديم دورات متكاملة وبشكل مجاني لتعليم فنون الطبخ لتشجيع الكثيرين على إتقان هذه المهارة وأيضا الاستفادة من وقت جلوسهم في المنزل. دورات طبخ مجانية مباشرة تقدمها الشيف فجر لمجموعة ممن يرغبون بتعلم فنون الطهي في هذه الظروف الخاصة والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، فجاءت هذه الفكرة لتحقق من خلالها هذه الغاية. حاليا قاعدة أقدم دورات مجانية طبعا حق الكل، كبار صغار اي حد يقدر يشارك. الفكره من هاي الموضوع ان الحين لان في هاي الاوقات احنا المفروض ان نكون في البيت اكثر ونقلل من الطلبات من المطاعم، لكن احنا لازم نتكاتف ونوقف مع بعض وانشر المعلومات اللي انا عندي اياها كشف. فبالاونلاين نقدر نتابع المشاركين، يقدرون يسالوننا لايف مره على يعني على الهواء، يقدر يحصل الاجابه اللي يبيها واقدر انا اوصل المعلومه اللي هو يبيها. دورات تعلم فنون الطهي ليست وليدة اللحظة، بل تتكرر في كل موسم، حيث تحرص ربات البيوت على تعلم مختلف الفنون لتبهر أسرتها في شهر رمضان. وفي هذا الموسم لم تتبدل توجهات الفتيات والأمهات، بل زادتهم تحفيزا فكرة تعلم الطبخ عن بعد. اللي يعرفوني يعرفون أنا ما أدش المطبخ، يعني ما أعرف أطبخ. فدكتورة نوف اللي معنا هنا ما قصرت، شجعتني هي وياي في الفريق، فتعرفت عليها زيادة وعرفنا تطبخ يعني ما شاء الله عليها، فهي اللي شجعتني وخبرتني عن الشيف فجر انها بتسوي كورس، فتشجعت هي انها ابتدي ادش في اونلاين كورسز عشان شوي شوي ابتدي اتعلم عشان اوصل مرحلتهم ان شاء الله يعني. وبس هاي الشيء اللي شجعني، لان قاعد احاول اخفف من الاوردرات، يعني ما ابي اطلب من برا، يعني خصوصا الحين الوقت ما يصلح لنا نطلب من برا. كورسز اونلاين ولا الكلاسز اونلاين اللي سويناها وفرت لنا وقت من ناحيه ان انا اتعلم وانا في بيتي، وثاني شيء وفرت وقت الطبخه اللي سويناها كانت اسرع من اني انا اطلب اونلاين اسوي اوردر ويجيبون لي، وفي نفس الوقت قدرت اتعلم شيء جديد واسوي اكلي بروحي وتزم بالتعليمات اللي الحين موجودة بسبب الظروف. تناول طعام صحي والتقليل من الطلبات الخارجية أصبح هاجسا لدى الكثير من الشباب، فجاءت هذه الدورات لتحقق لهم هذه الغاية. الأشياء اللي احنا نقدمها مو بوايد صعبة وأي أحد يقدر يسويها حتى لو ما يعرف حتى أساسيات المطبخ، فإحنا ويا الوقت بنخليه يعني يعرف يسوي في يعني يسوي أقل شيء نقول وجبات الغداء والعشاء في بيتهم، فلأن الحين إحنا قاعد مر في أوضاع استثنائية فلازم يعني نشغل روحنا ونشغل الوقت اللي إحنا قاعدين فيه في البيت، ما يحتاج نروح نطلع برا نروح نشتري أكل من مطاعم لأن عشان يعني نقلل من انتشار المرض. أيام مباركة نستقبلها بالحب، تحمل نكهة خاصة مرتبطة في ذهن الصائمين في هذا الشهر الكريم، لذلك فإن إعداد أطباق متميزة أصبح هدف لدى الكثير من أفراد المجتمع في هذه الأيام الخاصة. دورة طبخ مجانية تنطلق بأسلوب مبتكر، تلتقي المشاركات فيها بشكل مباشر مع المدربين يتعرفن فيها على فنون الطهي بأسلوب مبتكر ومغاير ليكون لأطباقهم المنزلية نكهة خاصة ومتميزة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.